طبعا تعرف على طريقة شوي كيفية تكبير الشاشة وتصغيرها على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إمكانيات الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تحسينات إمكانيات الرؤية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تكبير الشاشة وتصغيرها، وهنا يمكنك تكبير أو تصغير الشاشة، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.